Lebanese Independent Film Festival. مهرجان بيعطي الفرص لكل الطلاب انهم يقدموا اعمالهم يلي هي عباره عن شورت موفيز. قدرنا نقابل بعض افراد اهل الفن يلي قدروا يحضروا هيدا المهرجان وطبعا القيمين على هيدا المهرجان المهم. خبرنا اكثر اليوم عن سر مشاركتك الليله. انا مبسوط اني هون لانه في عالم جوعانه كرمال تعمل فلومه رائعه. اندبندنت فيلمز هو اللي بيخلي الواحد يتقدم بكل شيء. كل شيء بلش بالسينما بلش من اندبندنت. حيلا منتج مخرج كاتب ممثل بلش اندبندنتلي، بعدين استوديوهات شافوه وحطوا مصاري ورا. انا كثير مبسوط بهذا الشيء، هذا عمل رائع، هذا ايفنت رائع كثير مهم، وجايبين فلومه بتاخذ العقل على الايفنت، فما في اقول لا. انت رح تكوني بالجوري الليله مزبوط؟ نعم انا بالجوري. صحيح. في 8 موفيز رح ينعرضوا للطلاب الليلة، خبرينا أكثر عن الأجواء كيف رح تصير، على أي أساس رح يتم تقييمهم، أنت شخصياً على أي أساس رح تقيمي كل موفي؟ هلا كل شخص من لجنة الحكم متخصص بشيء أساساً، وهو تم طلب منه إنه يكون موجود من وراء هذا الاختصاص، يعني أنا نظرتي رح تكون نص، يعني ريتا رح تكون عم تنبش على النص، والنص منه سيناريو بمعنى بس حوار، النص هو لغة. أنا مسؤولة عن اللغة، مثلا دونيس ممكن تكون مسؤولة عن الصورة، حدا ثالث عن اللون، عن السيكونس، وهيك رح نجرب نجمع هالآراء إذا فينا نتوافق على فيلم أو اثنين الليلة ما بعرف. خبرنا أكثر عن الفستيفال لبنانيز اندبندنت فيلم فستيفال لليوم. الليبانيز اندبندنت فيلم فيستيفال هو مهرجان لكل المخرجين والمنتجين والممثلين المستقلين. اكيد نحن بنقبل عالم مستقلين وعالم كوميرشال اكيد، بس حبينا تو كرييت هيك بلاتفورم للعالم للمخرجين والبروديوسرز المستقلين، لان حاسين انه ما عندهم موقعهم عن جد بالسوق، وصرنا كتار اسم الله علينا. سو اتس فيستيفال مخصص لهول العالم تنوصل صوت جديد، جيل جديد وشي بيشبهنا. اليوم انا موجوده ب الليبانيز اندبندنت فيلم فيستيفال، مثل ما بتعرف جاي احضر شورت فيلمز، في منهم مشاركين فيهم زملاء الي او طلاب بعرفهم، وانا عاده بكل الفستيفالات للموفيز والشورت فيلمز بالتحديد بحب شارك، وكثير حلوه هيدي الحركه الثقافيه، ويا ريت عن جد بتنال دائما تشجيع كثير كبير. يعني باميلا قالت لي انه كون بارت اوف ذا جوري، وبالنسبه لي جروينج اب لافينج موفيز واتشينج موفيز ات واز سمثينج ذات اي اولويز يوست تو دو، انه روح احضر فين وجادج ات باي ماي اون سيلف. توداي اتس جود انه باميلا تعطيك هيدا البوش، اور اني بيرسون اليوم انه يجوا يعطونا هيدا البوش، نحن كدم جديد نقدر نعطي البوينت اوف فيو تبعنا، لانه بفتكر مش تكبر اور اني ثينج، بس صرنا بنفهم اكثر من كل اللي هن بالجنريشن الأقدم، لأنه نحن جيل كتير ريليتد لكل شيء عم بيطلع جديد من نتفليكس، لكل شيء موفيز جديد، مع كل شيء تطورات عم تصير بالإندستري تبعنا، إن كانت بالفيلم ميكينج أو بالأكتينج أو بالثياتر أو بكل هالأمور. So it's a good feeling and I'm really excited لشوف كل شيء في أفلام. اليوم رح نشوف 8 موفيز رح ينعرضوا للطلاب، شو النصيحة يلي بتوجهي لهم إياها الليلة؟ الله يبعث لهم ايام حلوه. لا انا بدي حييهم على هال اذا بدك المغامره او شيء، انه اختاروا يعملوا سينما ببلد صراحه ما بيأمن الدعم الكامل لحتى يضلوا يأنجوا افلام. خيار منه هين ابدا، والمبادره اللي عاملينها اليوم بهالمهرجان هو مثل اذا بدك هيدا باب الامل اللي الواحد بيتكمش فيه حتى يضل على القليلة مخلص مع مهنته، وطبعا بيفتح لهم بواب كتيرة يعني يشاركوا بمهرجانات وهيك. والأهم والأحسن أنه يعني هن كمان ما ييأسوا إذا ما قدروا يعملوا كل سنة فيلم، عرفت كيف؟ لأنه كلنا بنعرف الظروف الصعبة اللي لحتى الواحد ينتج حتى مسرح حتى حيالله شيء، عرفت؟ بقى فعلا بتمنى لهم الحب هو بيصنع المعجزات. خبرنا اكثر اليوم انت كعضو بالجوري، على اي اساس رح يتم تقييم اعمال الطلاب؟
يعني اول شيء اليوم التقييم رح يصير يعني بالبدايه لانه مقسومه بكذا كاتيجوري، فتقييم رح يصير على افلام بانطلاقه المهرجان، افلام طلاب جديده لحتى يكون عم ينطلق المهرجان بجوائز، وبنفس الوقت مقسم لكاتيجوريات عديده. انا رح كون مسؤول عن الكاتيجوري الانيميشن بالفيلم فيستيفال، فبين كل الجوري ممبرز مقسمين الكاتيجوريز، فهي هي. لا مبسوطة كتير من الإيفنت، يعني حلو كتير أنه نشجع الأشياء اللوكل اللي عم تنعمل، وخصوصي بالشورت موفيز، يعني بيكون الستودنتس بعده مخرج وبده فرصة لحتى يلاقي حدا يشوف فيلم، كتير صعبة كانت بلبنان. شاركت اليوم بشورت موفي اللي بيحمل عنوان بريدز، ولكن شفنا يمكن ممارسات جنس بينك وبين جوليان فرحات under quotation. هل بتعتبري هيدي جرأة من الممثل أو الممثلة إنها تقوم بهيك أدوار؟ ويمكن لو كان موفي لسينما يمكن ما كنا شفنا هيك دور لكريستين. ليش؟ شو خصائد بهيدي؟ بعدين بدنا نبلش شوي، يعني صرنا بالقرن 21 ما نبلش شوي نطلع من قصة هيدي جرأة وهيدي مش جرأة وهيدا تابو وهيدا مش تابو. بظن صرنا لمحل إنه ما في شيء لازم يكون ممنوع غير انه الواحد يعمل غلط بحق الثاني. كل شيء مسموح، كل الاحاسيس مسموحه، انك تتصرف بطريقه طبيعيه وفيها احاسيس حلوه، هذا الشيء كثير كثير صح، لو شو ما كان ولو شو ما كان المجتمع بقول لك انه ما لازم او لازم. ما في شيء لازم او 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 لازم او ما في شيء ما لازم او لازم، في شيء المهم انك ما تكون عم تاذي غيرك، وهيدا اهم شغله. بعدين خلصنا من قصه الجرأه، ما في شيء اسمه جرأه بقى خلص.